إخواني وأخواتي في كل الدنيا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم وأتمنى لكم وافر الصحة والعافية. سلاح التخويف ده سلاح دنيء، إنك تخوف ناس بأي شيء، فده ترويع للآمنين. كنت عملت محاضرة قبل كده وقلنا إن ده ترويع للآمنين يا جماعة، تمام؟ ما ينفعش. أنا بالضبط 96-95% من الأسئلة ومن مشاكل المرضى بسبب طب فيما بعد، طب المستقبل هيحصل فيه إيه، تمام؟ وأنا لا أعتقد إن في حد في أي تخصص تاني بيسأل هذا السؤال. يعني دايما المريض يجي وأقول له أنت كويس، أنت ما فيش مشكلة، يقول لك طب مستقبلا هيحصل حاجة. الله أعلم، ما حدش يقدر يقول لك كده. الدكتور اللي يقول لك مستقبلا هيحصل حاجة هو دكتور كاذب، كاذب إلا إذا كانت هناك دلائل علمية لحدوث شيء. ولو كان هناك دلائل علمية في الحالة دي نخاف ما فيش أي مشكلة. لكن لما حضرتك يبقى كل مشكلتك إن الغضروف هيعمل لك شلل، أصله فيما بعد هيعمل لك شلل رباعي، أصله فيما بعد هيعمل لك عدم تحكم في البول، الكلام ده بيحصل له دلائل بتحصل قبليه. وما ينفعش، قلنا مليون مرة، أنت ما تبقاش شخص مؤهل للتخويف. التخويف ده سلاح حد دنيء إنه يخوفك. لكن أنت حضرتك امتى نخاف؟ لما الموضوع يستحق الخوف. لكن يبقى انت خايف، طب انا ركبتي فيها مش عارف خشونه ولا ايه، وبعد كده هبقى عاجز ومحتاج تغيير مفصل. مين اللي قال الكلام الفارغ ده؟ انا عندي غضروف ومش عارف ايه، وقالوا لي انك لو ما عملتش العمليه، طبعا حرام حرام على الدكتور اللي قال لك حاجه زي كده، تمام؟ لكن انا بحاول اقول لك ايه هي الدلائل. لو والله انت ابتدى يحصل لك ضعف، ما تستناش لما يحصل شلل، تمام؟ المشكلة بقى انك تعرف ايه هو الضعف. فما ينفعش الضعف ده حضرتك تعرفه بالتليفون، تعرفه بالفيديو، تعرفه بالكلام ده، تمام؟ ما ينفعش تبعت الإشاعة. هي الإشاعة مش هتبين ضعف ولا هتبين اي حاجة. روح لدكتور وربنا يرزقك بدكتور محترم عشان يتأكد عندك ضعف او ما عندكش ضعف. عندك ضعف لا نخاف، اتفضل حضرتك روح اعمل جراحة. ما عندكش ضعف يبقى ما تخافش. وقلنا قبل كده انك ممكن تشخص الضعف في البيت، ضعف الدراعين، انك ما تقدرش تكتب اسمك، ما تقدرش تاكل، ما تقدرش تشرب، مش قادر تسيطر على ايدك. ضعف الساقين، انك ابتديت تمشي تعرج بشكل واضح، انك مش قادر تمشي على طراطيف صوابعك وكعب رجليك. اديني قلت لك، انت اطمنت ما اطمنتش؟ يا ريت. ما انا بقالي سنين، بقالي 20 اكتر من 20 سنة عمال اقول الكلام ده، ما حدش بيفهم الكلام ده. انت منتظر انك تخاف. فانت حضرتك لا الاشاعة هتقول اذا كنت انت داخل على خطورة ولا لا، الاعراض فقط اللي عندك حاليا هي اللي بتقول داخل على خطورة ولا مش داخل على خطورة. كل الالم اللي عند حضرتك ليس دليل ان حضرتك هتتشل. قبل ما تتشل وقبل ما يحصل لك عدم تحكم في البول والبراز، لازم هيحصل لك ضعف وسقوط في القدم. قادر تشخصه في البيت زي ما انا قلت لك كده عشان تطمن كان به. مش عارف تشخصه ما تبعتش اشاعات، روح لدكتور يشخصك وربنا يرزقك بدكتور عنده ضمير ويشخص لك فعلا. لان انا جالي ناس وعندها سقوط في القدم والدكتور قال له بص انت عندك سقوط في القدم، فبرضو عرفوا يلعبوا على الكلام اللي انا بقوله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.